آسف يا شيرين، تأخرت عليكم. إيه الأخبار؟ أكلت شيرين هتاخد الجرعة لما أنت تيجي. لما تأخرت علي كده كتر أقنعوها تبتدي الجلسة. هي جوه؟ طبعا زعلان وعندك حق، بس اوعدك مش هتتكرر تاني. متقولش كده يا رفعت بيه، انا عارفه ان هو بيكون غصب عنك. انا بس ببقى خايفه من اللي هيحصل لي بعد الجلسه، وما بطمنش غير لما انت بتكون موجود. انت ساره المسيري، ده اسمك، بنت رفعت المسيري، يعني لك ما يهمنا ولا مرض ياثر فينا، مش كده ولا ايه؟ مش قوي كده يا بابا، تنفخش فيا قوي كده لحسن فرقع، وانا والله ما قادره. اه منك يا بنت انت. معلش يا حبيبتي هانت. الحمد لله احنا كويسين قوي، الدكتور قال كده. عايزك بقى لما ترجعي البيت تاكلي وتنامي شويه، علشان لما ارجع نعرف نقعد سوا. هو انت مش مروح معانا؟ لازم ارجع المكتب غصب عني. انا حاليا بترقى جوه التنظيم زي الصاروخ، خلاص بقيت على الحجر على الاخر، بقوا مسميني اخطر خليه نايمه في التنظيم. ولاد العبيطه معجبين بيا جدا. تخش في الموضوع عن الخليه النايمه. بعد ذا القول لما مات طلع اعلان ان اللي هيمسك الخليه واحد اسمه ابو ايوب المصري. مش كان الراجل ده محدش يعرفه ولا يعرف شكله، بس اخوك بعون الله اديني اسبوع وانا هجيب لك قرار امي. ابو ايوب المصري عشان كده بعتيه من القاهره بيسالوا عليه. مشكلة دي. عارفين يا جماعة أبو أيوب ده لو طلع مصر فعلا ده ممكن يخش مصر ويطلع من غير ما أي حد يحس بيه ويعمل اللي هو عايزه. بعون الله أسبوع وأعرف لك اسمي واسم أمي وصورة بتاعته الشخصية وصورة 4 في 6 وهو صغير. تمام. طب رجالة إحنا عايزين نخف رجلينا على المطعم شوية. العيون زادت هناك، ولو شفتوني في أي وقت لابس الجاكيت زي ما اتفقنا تعرفين هتتصرفوا إزاي. يا ريت إني جبت لك الجاكيت ده يا أخي. مش أحسن من كشكول الكرتون اللي انت ماشي بيه؟ تريق؟ انت بتتريق على الشفره بتاعتي؟ بكره هيجي بيوم يا سيف وتشوف الشفره دي بتتدرس في اجهزه مخابرات العالم وهتتسمى باسمي، شفره اسامه دافنشي. المكان اتحرق، اخلع. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.